بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا طبقة من ألذ الطبخات اللي ممكن الواحد يعملها اللي هي الصيادية. في عندنا هنا سمك الكمية اللي بدكم إياها. احنا على قد عائلتنا تقريبا يمكن سمكتين أو ثلاث سمكات مقطعين، هذولا طبعا فيليه. في ناس بتحبش تتقارع مع موضوع الشوك وإلى آخره، احنا هذا المتوفر عندنا الآن حاليا. بدنا نبلش في خلطة السمك اللي هي عندك بقدونس وفلفل أبو شي 6 فصوص 7 فصوص، وفي عندنا الفلفل الملون أصفر أحمر وبرتقالي، هدول مهمين جدا مع الليمون. وفي عندنا هنا شطة اختياري، بابريكا، ملح، ثوم وبصل وفلفل وكمون وكزبرة. هدول الأشياء اللي هون، هدول الصحنين مع الليمون، بنضربهم كلياتهم بالخلاط، وبعدين بنديرهم على السمك وبنتركهم تقريبا شي نص ساعة مشان تاخذ من طعمته. وبعدين بننتقل على موضوع الرز ومكوناته. في عندنا هون رز 3 كاسات بسمتي، في عندنا هنا بصلتين كبار، في عندنا 3 فصوص ثوم، في عندنا فلفل، كمون، كزبرة. بهارات السمك يا جماعة مهمة، ما عندكم مش حطوا بهارات 7، عندنا ثوم وبصل وملح وكاسة زيت ومنبلش. والآن بعد ما تركناهم نص ساعة مع الخلطة اللي عملناها بنبلش نقلب. والآن بدنا نبلش نقلب السمك زي ما شايفين عليها البهارات على الخلطة بالكامل، ونحطها بالطحين. الطحين يا جماعة فيكم تحطوا عليه البهارات اللي بدكم إياها. زي ما شايفين بنبلش نقلب بسم الله. والآن بدنا نبلش في خلطة الرز. بنحط زيت زي ما شايفين بطنجرة، بنحط شوية من زيت القلي هذا بنحطه هون معاه، وبنحط البصل والثوم. شايفين كيف صار لونه بني؟ لازم يكون لونه بني. هي البطيخة هاي حطيت حبتين ماجي، الناس بتستغرب بس لا الماجي بيعطي طعم. والآن بنضيف البهارات كلياتها ونخلطهم مع بعض. وبعد ما استوى البصل زي ما شايفين بنحط السمك من تحت بالطريقة. في ناس بحبوا يعبوا سمك من تحت بالكامل حبات كاملة، انتوا حرين زي ما بدكم. بعدين بنسقط الرز. نضفنا زي الرز وخلطناه مع البصل والشغلات اللي كانت في البهارات، وبعدين بنضيف المي المغلية. والآن بنضيف المي المغلية بالكامل لغاية ما يخلط الرز. بس نغطي شوية الرز، نخلطه شوية ونتركه لغاية ما يستوي. هاي السمك بعد ما قليناه بجنن بشهي. والآن يا سلام، من أجمل ما يمكن، حطينا الرز فوق السمك وشوية لوز مقلي وشوية بقدونس، وعندنا سلطة طحينية. ضروري جدا يا جماعة سلطة طحينية، بصراحة أي أكلة بحرية أو سمك بدون سلطة طحينية مش زاكي. سلطة طحينية معروفة، بتحطوا مي وليمون وملح وشوية طحينية، بتشوفوا قوامها لغاية ما تشوفوها بهالطريقة هاي، القوام اللي بدكم إياه. وهنا في السلطة الحراقة اللي عملناها قبل هيك تبعت الكبسة، ممكن نحط معاها. صحتين وعافية، سبسكرايب وشير، باي.